اخوة صباح الخير. كنت ناعس، عيط لي واحد السيد من مندوك سميتو، قال لي انا مرحبا البارح درك سيدة فاش كان غادي بالملل بالجعد، ما عشي فاش قال لي وحق الله لح لي واحد صوار ديالو، عشي مسكين راه عشي وجهه كامل مخمج وفهمشي وتروح وجهه دم ويدي مهرسة ما عرف شناهو، مهم خوشي اللي غي فهمتي اللي غادي تعاون معاه صيفط لي بريفي الله يرحم لك الوالدين، عشرة مقدرش ندوي عشرة وجهو كي ولا كسيدة خايبة الله يسر وحق الله باش مبغيوهاش لعدوكم تعاونو مع ديك الدريرة. اما والله شتلف شت الصباح هذا عشان فاش شفت هاديك الشيرة والله شتلف وحق الله العظيم لا حول قوة بالله العظيم. مهم شكرا.